السلام عليكم ورحمة الله. الشباب الفنيين المبتدئين اللي عم يشتغلوا بصيانة الفولترونيك ما في حاجة نشتغل هيك، هاي المقاومات مثل ما احنا شايفين عم يتركبوا بهالشكل هذا، ما في حاجة لأنه مكان المقاومات موجود. ليش تتعب حالك وتتعب الجهاز معك؟ هاي المقاومة موجودة 10 أوم، حط 2 20 بصيروا 10، وحطهم 2 20 بصيروا 10، وهيك انتهى الأمر وظل الجهاز مثل ما هو بدون أي تعديلات، لأنه هيك تعديل بضر الجهاز. السلام عليكم.